السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي البنات في فيديو جديد على القناة. كيف ما عودناكم دائما كنجيب لكم الجديد. وفي أول هذا الفيديو هذا كاين هذا الفساتين هادو الراقيين للمحجبات، كاين هذا الموديل هذا شفنا قبل في الغوز فوشيا، وكذلك في هذا الشيبي والأزرق كيف ما كتشاهدوا معنا هنايا في هذا الفيديو هذا. كاين فيهم هذا الأخضر ملكي مع بلون كاسي كذلك، كيجي راقي البنات شي حاجه طوب. حاولت انني نوع لكم في هذا الفيديو وجبت لكم يعني موديلات عديده من الفساتين كيف ما كتشوفوا هنايا. كاين هذا الموديل فيه الالوان، فيه هذا الكرونه والاورانج، وكاين هذا الاسود. شوفوا الفصاله ديالو البنات كيفاش كتجي، فيه التوب اللي كيجي مزيون البنات في اللبسة لفصل الصيف. كذلك كاين هذا الموديل هذا في هذه اللوينات الاخضر بالدرجات ديالو. كاين هذا الموديل حتى هو مختلف، التصميم ديالو كيجي رائع، كيجي هيدا بالحزام في هذا الزيتي. وكاين هذا ماغون مغلوق مع البيج مفتوح او بلون كاسي، فيهم حتى الكري. كذلك كاين هذا الموديل هذا اللي كتشوفوه معايا البنات، نفس الموديل هادو كيجيو بلا حزام البنات، كيجيو واسعين. بالنسبه من هاد الموديلات هادو للمناسبات كاين هاد العبايات هادو اللي كيجيو هيدا مفتوحين فوقانيين، كيجيو مفتوحين، كيجيو هيدا بتنبت حتى لتحت، فيهم هاد الزيتي وكذلك فيهم ديك اللون اللي شفنا قبل، فيهم حتى اللون الاسود. كاين كذلك هذا الفستان ديال المناسبات اللي كتشاهدوه دابا البنات في الفيديو، فيهم هذا الزيتي كذلك، كيجيو بالحزام. شوفوا الفصاله ديالهم على الكمام، هادو كيجيو للمناسبات، الثوب ديالهم كيجي رائع البنات كيف ما كتشوفوا. بالنسبه كذلك لهذا الموديل هذا لونسومب اللي كيجيو هيدا، بالنسبه للفوقاني كيجي قصير، يمكن لكم تلبسوا هيدا من داخل ديال التنوره كيف ما كتلاحظوا. كذلك من ضمن هاد الموديلات اللي اخترت لكم اليوم في هذا الفيديو كاين هذا الموديل الرائع البنات. شوفوا كيفاش كتجي الفصاله ديالو، شوفوا هذا اللون هذا اللي كيجي مع اللون الاسود، الكري مفتوح مع اللون الاسود، الزيفات كيجيو هيدا نستوق وكيجي بالحزام. شوفوا اللون اللي طوندونس هذا العام، الاخضر مفتوح مع هذا الابيض. شوفوا الفصاله ديالو، جبت لكم مختلف الانواع ديال التصاميم وكذلك الالوان، وحتى هيدا التويبات لي طوندونس اللي كتشوفوهم معايا البنات دابا في الفيديو. كاين هاد لي زونسومبل الفصاله ديالهم شي حاجه مبدله، شي حاجه رائعه. شوفوا الفصاله ديالهم الكول كيفاش كيجي، الموديل كيجي مستور، كيجي شويه طول كيف ما كتشوفوا معايا، والسرول كيجي واسع وطويل. كاين كذلك هذا الموديل هذا كيجي رائع البنات، هذا اللون هذا. حاولت انني نجيب لكم تصاميم متنوعه يعني باش كل وحده يعني دخلت القناه تجبر هيدا موديلات اللي بغات على حسب الذوق ديالها. كاين فيهم حتى اللون الاسود، شوفوا كيفاش كيجي. كنجيب لكم هيدا موديل واحد فيه لوينات باش تشوفوا حتى لوينات كيفاش كيجيو في اللبسه. الصراحه لوينات كيبدلوا من الموديلات. شوفوا هاد الاخضر، شفنا الاورانج قبل، شوفوا هاد الاخضر الزيتي مغلوق. وكذلك بالنسبه لهذا الموديل هذا فيه هاد التنبات على واحد الجهه ديال الصدر، حتى هو كيجي هيدا بلا حزام، كيجي طويل. شوف بلو مارين كيفاش كيجي البنات، كيجي رائع الصراحه، بلو مارين ولا الازرق ملكي حتى هو كيجي مزيون. فكيف ما كتشاهدوا هنايا كاين هذا الموديل هذا في الاخضر مع الغوص، هاد الموديلات اللي كيجيو الصراحه هيدا بالحزام عمليين لفصل الصيف احسن من هادوك اللي كيكونوا هيدا بالحزام. والاذواق يعني كيبقى على حسب كل سيده والذوق ديالها. بالنسبه لهذا الموديل هذا حتى هو مختلف البنات، شوفوا الفصاله ديالو على الكمام، شي حاجه طوب، شي حاجه رائعه.
كذلك بالنسبة للون بلون قصي مع الأسود كيجي هيدا كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي هذا الموديل بالضيفة حتى لتحت كيف ما كتشاهدوا في اللون الأسود، وحتى هذا اللون الأسود كيجي رائع البنات في اللبسة. شوفوا الأحمر، شوفوا الأحمر كيفاش كيجي، أنا الصراحة كيحمقني هذا اللون. على حسب كل سيدة والذوق ديالها. سقطت مع هنايا الفولار في اللون الأسود، كاين كذلك هذا لونسومبل التنورة اللي كتجي طويلة وواسعة من التحت، شوفوا الفصال ديال هذا الفوقاني كيفاش كيجي كذلك. فالإبداع الصراحة في التصاميم دائما، يعني كنجيب لكم الجديد كيف ما كتشاهدوا معايا، فيهم حتى اللون الأسود هادي مختلفة، هاد لونسومبل مختلف على اللي شفنا قبل. شوفوا هذا التصميم كذلك ديال الجين كيجي في جوج لوينات، الكري مغلوق مع الشيبي او الازرق مفتوح، هادو لي طوندونس. كذلك بالنسبه لهاد الموديل هذا لونسومبل ديال المناسبات، شوفوا الفصاله ديال التنوره كيفاش كتجي البنات، شوفوا البنات لاحظوا حتى التنسيقات ديال الوينس ديال الفولار. وبالنسبه لهاد الموديل كيف ما كتلاحظوا كيجي بالحزام، كاين هذا الموديل هذا حتى هو موديل صيفي. شفتوا البنات مادام ان لبست الفستان يعني في اللون مغلوق، من الاحسن تعملوا اللون مفتوح بالنسبه للفولار باش كيبين هاد اللبسة او الفستان. شوفوا البنات هاد الفستان كيفاش كتجي، هاد الفصالة كيفاش كتجي في اللبسة. هادو البنات اللي كيتمشاو صراحة فصل الصيف اغلبية كيكونوا هيدا مريحين وعمليين، الا بغيتو تخرجوا او لا هيدا حتى المناسبات اغلبية كيلبسوا هيدا الفساتين. بالنسبة للفستان اللي مراه كاين هاد الاسود اللي شفنا في الازرق كذلك، شوفوا بلومارين البنات كيفاش كيجي في اللبسه، هذا لونسومبل كيجي بالحزام، السروال واسع كيف ما كتشوفوا معايا وطويل، كاين فيهم حتى اللون الاسود. وبالنسبه للموديل الموالي كيف ما كتشاهدوا معايا، هذا الفستان هذا كيجي بزضيفه نص طوق، الحزام كذلك كيجي ما كيبانش من داخل البنات كيفاش كيجي الفصاله ديالو بالنسبه للحزام، كاين فيهم حتى الاسود والكري بهذا الشكل هذا في هذا الموديل عفوا. بالنسبه للموديل الموالي كاين هاد لونسوم اللي كيجي هيدا تروبياس للمناسبات، الفوقاني كيجي هيدا منبت وتحتاني الفصله ديالهم كتجي عاديه يعني الصراحه بالنسبه للتحتاني. بالنسبه لهذا الموديل في الموف كيجي رائع البنات، حتى هو نفس الموديل، هادو كيجيو للمناسبات الاعياد هيدا، الا بغيتو تلبسوهم هيدا الاعياد في الدار كيجيو رائعين. بالنسبه للازرق ملكي كيفاش كيجي البنات في اللبسه، هو دائما الصراحه في جميع الموديلات كيجي رائع في اللبسه سواء هيدي المناسبات او للخرجات اليوميه. كاين هاد لونسومبل هذا كيف ما كتشوفوا معايا اللون ديالو كيجي رائع البنات. بالنسبه كذلك الفساتين كاين هاد الاخضر الفصاله ديالو الكول ولا الكتاف كتجي مبدله، كاين هاد لونسومبل كذلك. اخترت لكم هنايا موديلات عديده باش يعني كل وحده تخلص القناه تلقى الموديل اللي بغات، يعني كنحاول ان هاد القناه ترضي جميع الاذواق عفوا. فكيف ما كتشاهدوا معايا موديلات متنوعه، موديلات جديده، موديلات عصريه، فكيف ما كتعرفوا ان القناه ديالنا خاصه بالموضه. فكيف ما كتشاهدوا هاد الموديل هذا فيه لوينات مزيونين، كاين هاد العبايات هادو كذلك كيتمشاو بزاف البنات في الاعياد هيدا والمناسبات، كيبغيو هيدا شي حاجه تكون واسعه مزيونه وكلاس في اللبسه. كاين عبايات بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هيدا الطرس، وكاينين اللي كيبغيو التنبات. شوفوا البنات هاد الموديل هذا كيفاش كيجي في اللبسه، كيجي واسع وكيجي كلاس، كيجي كلاس في اللبسه البنات هذا. كذلك شوفوا البنات هاد الموديل هذا الفصله ديالو على الكمام، شوفوا الوسوعيه اللي في العبايه كتجي واسعه مستوره وانيقه، شي حاجه طوب البنات. فكيف ما كتشاهدوا هنايا كاين هاد لونسومبل اللي كتجي على هاد الشكل هذا، الطنوره كتجي شويه قصيره
حتى الفوقاني كيجي شويه قصير، انما اللبسه كامله كتجي هايده مستوره ومزيونه. كاين البيج، كاين هذا الاسود، وهنايا كيف ما كتشاهدوا الفستان، كيف ما شفتوا معايا في فيديو كامل اغلبيه ديال الموديلات حطيت لكم هنايا الفساتين، بما ان البنات يعني اللي كيبغيو الفساتين هيدا الفصل الصيف. هنايا حبيباتي غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه حبيباتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله كيف ما عودناكم دائما الجديد. مع السلامه.